فكرة يا دينا، ولسه مكملين مع حضراتكم وحلقتنا النهاردة خاصة جدا وبنتكلم عن الاستعداد للمصيف. أول حاجة بتيجي ببالنا لما بنيجي نستعد للمصيف شنطة السفر أو شنطة المصيف بكل بقى مشتملاتها. ايه أكتر المشاكل اللي ممكن تقابل حقيقي أي حد هو بيجهز الشنطة؟ ازاي نرتب الشنطة؟ طب ناخد ايه معانا؟ ما ناخدش ايه معانا؟ طب ناخد حاجات زيادة عشان هناك ما نقولش هنشتري حاجات تانية؟ ضيفتي بقى النهاردة هتحل لنا كل الأزمات دي، ضيفتي النهاردة الستايلست نادين المرصفي. أهلا بيك يا نادين. أهلا بيك. أخبارك إيه؟ أنا تمام الحمد لله. أنت كده في البداية تحليني أنا، يعني هتحليلي مشكلة كبيرة جدا، شنطة السفر بالنسبة لي أزمة، وفي ناس كتير جدا برضو بتسبب لهم أزمة لأن إحنا بنبقى عايزين ناخد حاجات كتير جدا، وهو الموضوع ممكن يكون في السفرية كلها 3-4 أيام. ده حقيقي. ناخد إيه معانا وإزاي نجهز شنطة السفر اللي هي هنقول لمدة أقل من أسبوع؟ طيب أول حاجة بقول إن إحنا إزاي نجهز شنطة السفر، أهم حاجة إن إحنا نحضر كل حاجة من بدري، ان احنا نبتدي. انا كنادين بحب دايما ابقى جاهزه من كل حاجه، فبحب اجيب ورقه وقلم واقعد اكتب انا هاخد ايه، يعني هاخد معايا لبس الصبح، هاخد معايا كام اوتفيت، الشباشب اللي هتليق معاهم او السليبرز، الساندلز، شنط البحر، اكتب لبس بالليل، الجزم اللي هتليق، الشنط، الاكسسوارز، كل ده لازم ببقى كاتباه عشان ابقى مجهزه من قبل كده، عشان لو في حاجه محتاجه اشتريها او كده يعني ببتدي من بدري شويه. يعني لو هنبتدي مثلا هنسافر يومين ثلاثة، أنا بحب أخد زيادة 2 outfits مثلا عن اليوم عشان يبقى معايا just in case في حاجة حصلت كده، يبقى معايا حاجات زيادة. طيب لو في ناس بقى مش مستعدة للبحر والمصيف، قولي لي إيه الأساسيات اللي ممكن ينزلوا يشتروها على طول؟ الحاجات دي ممكن بقطعة منهم يجمعوها مع قطعة بالليل ويبقوا يعني حاولوا يغيروا الأوتفيت بتاعهم وظهروا بشكل جديد ومش مكرر. الحاجات الأساسية هي طبعا الدراسز. الدراسز ممكن دراس سيمبل جدا تلبسيه الصبح، ولو عايزة تلبسيه هو بالليل هتقومي حط عليه بليزر أو فاست مع هيلز كده، أنت خلاص أنت نقلتي من الصبح بالليل بتاعك. فدي أهم حاجة الدراسز للصفة طبعا. أي تو بيس ست اللي هما بيبقوا نفس القماشة نفس برنت نفس كل حاجة، دي ممكن تتلبس الصبح ممكن تتلبس بالليل طبعا. وبرضه بتفرق في الماتيريالز، يعني لازم في ماتيريال بتمشي ينفع الصبح وينفع بالليل، وفي حاجات بحر بس أو كده. أنا شايفة محتويات جميلة جدا وانتي منظمة وهتعلمينا ازاي ننظم شنطة السفر، بس عايز أسألك لبس البحر في ألوان معينة انتي مثلا بتفضلي، ان احنا مثلا بيبقى عندنا لبس كتير في البيت، بتفضلي لبس معين أو ألوان معينة ناخدها عشان تبقى ماشية مع الأيام كلها، ولا انتي بتفضلي الألوان حتى لو حد لسه هيروح يشتري حاجة جديدة؟ طيب لو احنا عايزين يعني يبقى عندنا حاجة هتليق مع كله، فاحنا ممكن نجيب مثلا السويمينج سوت أو المايو يبقى لون حاجة أبيض أسود بيج، ده هيليق على كل الأيام لو عايزين. نفس الحاجة مع الكوفر أبس، ممكن نجيب حاجات أبيض بتليق مع كل حاجة، حاجات زي كده النيوترالز عامة أو النودز بتليق مع كل الحاجات، فدي هتبقى حلوة قوي في الصبح وعلى البحر. بالظبط، فدي بتليق مع كل الأيام مع كل يعني السويمينج سوتس وكل حاجة، فده بينفع في كل حاجة. في برضو لو عايزين تلبسوا حاجة زي اللي هو السكارف اللي بتتربط على السويمينج سوت، دي برضو بتبقى لطيفة جدا، ممكن يتجاب حاجة منها سادة اسود ابيض بيج هيليق برضو مع كل حاجة. البانتس طالع موضة جدا ان انت تلبسي السويمينج سوت ومعاه البانتس ترانسبيرنت اللي بتلبس على كاشمايو. طبعا انا بفضل الحاجات اللي هي بتبقى اقصر شويه علشان الرمله والبحر والحاجات دي، فبتحسش ان احنا رايحين حفله يعني. بالظبط كده، ولا وبتمشي بقى تتبلي والحاجات كده يعني. فطبعا في كذا حاجه من الحاجات دي بتنفع يعني الصبح. تنفع الصبح. طيب خليني نتكلم مع بعض، انا شايفه ان انت عارضه حاجات وطبعا الكاميرا هتجيبها دلوقتي محتويات الشنطه. في ناس بتاخد، انا شايفه ان انت عامله منظم للنظارات حلو جدا 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 وعملي جدا جدا جدا. في ناس بتاخد الكفرز بتاعه النظارات بتبقى عامله حجم كبير جدا، وتاخد الاكسسوارز كل حاجه في علبه، وتاخد كريمات، وتاخد حاجات كتير جدا، تلاقي الشنطه خلصت. فهنتكلم عن مشتملات او محتويات الشنطه مع بعض عشان بعد كده ننظم ونبطل بقى اللي بنعمله ده. تعالي نتكلم على الكفر بتاع النظارات. اوكي طيب الكفر هما بيزيكلي دي اورجانيزرز بتجيبيها اونلاين، بريفيربلي دول بيكفوا لو النضارات اللي هي الريكتانجلر شيبس اللي هي المستطيله الرفيعه،
حاجة زي كده الوفيعين دول بيكفوا في دول، فبتبقى لطيفة ان انت اورجنايز فيها كل حاجتك بدل ما فعلا تاخدي الجواب النضاة بيبقى بالكي صعب او كتير جدا جدا كمان. والواحد بيبقى عايز ياخد معاه كذا نضاة علشان طبعا. الايام والاوتفيتس فبيبقى عايز يورجنايز دم. فدي حاجة انا بصراحة بستعملها وموجودة معايا دايما، هي اورجنايزر يعني بتلاقيها اونلاين دايما، تكتبي سان جلاس اورجنايزر وتيجي. ده حاجة جميلة جدا طبعا. كل الناس اللي بتحضر شنطة السفر بتبقى دايما محتارة اخد ايه معايا، المنظم ده هيفيدكم جدا جدا جدا. احنا بنبقى عايزين نتصور كتير وبنبقى عايزين نقعد كتير وعايزين كل النظارات بتليق على اللبس، فانتوا زي ما انتوا شايفين منظم النظارات ده شكله فعلا حلو جدا وعملي. طيب هنروح على الاكسسوارز، انت برضو عامله منظم كبير عشان ياخد اكتر من حاجه، واخد كمان الساعات، الناس اللي بتحب تغير في الساعات الصبح وبالليل بالزبط. يلا بينا. برضو ده اورجنايزر او منظم للاكسسوارز انا جبته. بحب احط دايما الخواتم بتاعتي مع بعضها، الاي رينجز، الساعات كده، علشان لما الواحد يجي يدور او يجي يلبس ما يقعدش بقى. الناس عاده بيقوموا حاطينها في شنطه او حاجه صغيره وبتبقى كل حاجه على بعضها، فالواحد بيبقى صعب عليه ان هو يقعد يدور جوه والحاجات بتتشنكل في بعضها فبيبقى صعب. فده بيبقى لطيف جدا ان انت عايزه حلقه هطلع الحلقه، عايزه لساعه ونفس الحاجه بندخلهم وبيبقى يعني لطيف جدا. نادين طبعا انت عارفه ان كل الستات وكل البنات متعبه جدا 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 ودايما بتفكر انا نسيت حاجه دايما طبعاً. مهما تكون بتحضر، انا نفسي بحط شنطه السفر سواء مسافره بره مصر او في الساحل او كده، بحط شنطه في اوضه ثانيه كده فاضيه وكل شويه اروح احط حاجه، عارفه لمده اسبوع بفضل احضر شنطه. وبرده بعد ما بعمل انت بتقولي ان انا افضل احضر الحاجه لمده اسبوع ببقى عندي هاجس ان انا نسي حاجه، ازاي اتاكد ان انا مش ناسي حاجه؟ عشان طبعا ده بيبقى منكد عليا طول السفريه، وفي ناس كتير بتتضايق يعني تقول لك اصل انا نسيت حاجه، طب انا هروح اشتري هناك ليه وانا شاريه الحاجه دي من قبلها بشهرين عشان تبقى معايا هناك في الساحل او في البحر؟ ازاي اتاكد ان انا مش ناسي حاجه؟ اكزاكتلي. اهم حاجه الكتابه، لازم نكتب. يعني انا عندي نوت بوك صغيره بتاعتي كده، دي لازم قبل اي سفريه بكتب فيها كل حاجه، الاوتفيتس، الاكسسوارز، كل اوتفيت هيمشي معاه اكسسوري ايه، هيمشي معاه الشوز ايه، الشنطه ايه. لازم نكتب كل حاجه، حتى العنايه بالبشره والحاجات دي لازم نكتب، لان الواحد بيبقى عايز برودكتس معينه مش هيروح يلاقيها في حته ثانيه. طب هناك الصراحه في الساحل غاليه جدا جدا جدا، فطبعا الواحد حتى لو بتلاقيها غاليه مش بتلاقي النوع اللي انت عايزاه وكده، فبتبقي انت يعني يفضل انك تكتبي كل حاجه من قبلها بفتره، ودي الحاجات اللي هتخش معاكي في الشنطه. طيب خلينا نتكلم عن المستحضرات التجميل او الحاجات اللي ممكن ناخدها للعنايه بالبشره في المصيف. طبعا تسريحتنا بتبقى مليانه كريمات، وكريمات بشكل كبير جدا، وليه لي ممكن نختصر الكريمات لايه وبرده ما نبقاش ان احنا ضرينا بشرتنا وفي نفس الوقت خدنا اللي احنا عايزينه؟ نختصر على كريمين بالكتير قوي، ايه اللي ممكن ناخده معانا؟ طيب انا اول حاجه طبعا الكلينز اللي هو منظف البشره، ده مهم جدا عشان الميه المالحه وعلشان الحاجات دي، فاحنا لازم بالليل والصبح نغسل وشنا بيهم طبعا ورطوبه. وتاني حاجه المويسترايزر، الترطيب، المرطب، لازم مرطب، اي مرطب معانا، اي مرطب. والاي كريم، الكريم بتاع العينين برضو، لان الحاجات دي كلها بتاثر على العينين وعلى البشره طبعا. واهم حاجه السان سكرين، يعني السان بلوك او السان سكرين، ده اهم حاجه يعني ده قبل كل دول. بس انت برضو يعني اختصرت لنا فعلا الشنطه اللي احنا بناخدها كبيره جدا جدا. كليرنس ممكن ناخده معانا، سان بلوك ممكن ناخد اي حاجه للعين، وممكن ناخد حاجه مرطب، ده حاجه مهمه جدا، بس ما ناخدش بقى حاجات مكرره. ده حقيقي، احنا عايزين نبدا بقى من جديد، عارفه كده صيف جديد. طيب قولي لي الالوان الترندي السنه دي. بصي ذا كي كولر، اللون الاساسي السنه دي هو اللافندر او اللي هو الموف الفاتح. الموف الفاتح ده يعني اهم لون السنه دي، بعد كده يجي الاحمر، الاورنج، اللايم جرين او اللي هو الاخضر الليموني، واللي بقى سو بيج السنه دي النيوترلز، البيجات. يعني هتروحي اي محل دلوقتي هتلاقي بيجات في كل حته، والابيضات طبعا، ودول ار سو تريندي دلوقتي. طيب لما نيجي نتكلم بقى عن البحر، ساعات بالليل كده للاسف سواء اي ام او اي بنت بتبقى بالليل بتلاقي بتحس بسقعة، فانت بقى نعمل ايه؟ سواء على البول بعد برضو ما بنطلع بنبقى حاسين ان احنا سقعانين كده، وللاسف بنبقى عارفه اللي هو اكننا ملناش مأوى، مفيش لبس معانا، مفيش حاجه معانا، وتقعدي تفكري في حاجات نسيبها في البيت، ايه اللي ممكن ناخده خفيف معانا نقضي بيه الغرض وفي نفس الوقت يبقى شكله شيك
وممكن نخرج بيه بالليل كمان. ممكن نخرج بيه بالليل. هقول لك لو فيه هي حاجه خوجه كاجوال ده سهل جدا، جاكيت جينز ده هيليق مع كل حاجه، دريسز، تو بيس سيتس، بنطلونات، اي حاجه ده هيليق معاه. لو بنتكلم على بالليل يفضل دايما بليزرز. البليزرز هتبقى شيك، انت هتاخدي بليزر معاكي ابيض او اسود طبعا حسب الاوتفيتس بتاعتك، بس الابيض بيليق على كل مع حاجه، كل حاجة. فهو بليزر ده بيخليكي متدفيه وبيخليكي شكلك شيك، فده دي حاجه مهمه. او شال، بس طبعا انا بحب الشال دايما بيضايق شويه لو حد وقع مش عارفه ايه. الجواكت او البليزرز هتبقى دي احسن حاجه ناخدها معانا. طيب هنتكلم بقى عن حاجه مهمه جدا برضو، ان احنا عندنا تقاليع كتير قوي، عندنا سنيكرز وعندنا جزم عاليه وجزم معرفش ايه وعندنا سليبرز ايه، عندنا حاجات كتير جدا. لما تيجي بس تفكري في بند الشوزات وانت مسافره تلاقي الشنطه خلصت، نعمل ايه؟ ناخد ايه اللي ممكن ناخده معانا ويبقى لابسين حاجه الصبح ولابسين حاجه بالليل، ولو نازلين حاجه نشتري حاجه مثلا من السوق برضو نبقى لابسين يعني كل حاجه، عايزين كل حاجه كده في الشنطه معانا. ده حقيقي. اوكي الصبح احنا مينلي هناخد سليبرز. السليبرز بتاعه الصبح بتبقى نوع من النوعين، يا اما اللي هم العاديين اللي الناس في ناس كتير بتحب تاخدهم اللي بنلبسهم في بيتنا، او اللي هم الفاشنبل شويه اللي هم الروبرز اللي معمولين من زي الماتيريال بلاستيك الترانسبيرنت. دي بتاعه الصبح دي سهله، ممكن تاخدي معاكي لون واحد او لونين يليقوا مع كل حاجه، زي الابيض او الاسود او البيج ده بيليق مع كل حاجه. بالنسبه لبالليل شويه الموضوع بيبقى مختلف، لان انت بتبقي عايزه زي ما بتقولي عايزه تنزلي تخرجي خوجه عاديه مع مثلا الفاميلي، ولا عايزه تسهري سهره مع حد، او عندك حفله زي الحفلات اللي بتحصل كتير في الساحل. فهو الموضوع سهل، سنيكر ابيض ده بينفع مع كل حاجه، حاجه هيلز برضو حسب الاوتفيتس بتاعتك، هتشوفي طبعا اللون اللي هيليق معاهم كلهم ابيض اسود بيج، هيبقى واحد هيلز معاكي ده بيليق مع كله، وحاجه فلات. وطبعا انا بفضل لو احنا هنلبس الهيلز يبقى رايحين ديت او رايحين خوجه حلوه، لو رايحين حفله نلبس سنيكرز او حاجه فلات عشان تبقى الوقت بيبقى اطول. لو خارجين حاجه كاجوال ممكن سنيكرز او السليبرز الفلات او ساندلز فلات. فانت يعني بس بتاخدي حاجه من كل حاجه، وحاجه نرتب بس الشنطه نرتبها ونفكر احنا محتاجين ايه بالظبط.